اخبار اليوم. بنبارك لك اولا على يوميات زوجة مفروسة ومنال العاشي. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. كلمنا بقى عن يوميات زوجة مفروسة الاول، وانت دور البطولة مع داليا البحيري، والمسلسل في اطار ايه؟ اجتماعي؟ شفنا هو المسلسل طبعا واضح جدا جدا هو في اطار اجتماعي كوميدي غير تقليدي. الحمد لله ان هو بيمس كل اسره وبيعبر عن شرائح كتير، او بيعبر عن شرائح كلها تقريبا. اكبر كم من شرائح الطبقه الوسطى في المجتمع، اللي هو الزوج والزوجه والطفلين اللي هم عايشين عيشه يا دوبك معقوله، بس الاثنين بيشتغلوا في مهنه واحده اللي هي مهنه الصحافه، وبنشوف من خلال العمل دوت مخاطر مهنة الصحافة. بنشوف ان هم بيتنكروا في كذا شكل علشان خاطر يوصلوا المعلومة صحفية، ده يمكن لسه هنشوفه في الحلقات اللي جاية. راهنت عليه لان هو كوميديا مش تقليدية. كان ما قدمتش انا بطولة في التلفزيون من فترة العيادة يمكن لغاية دلوقتي، لكن ده قدمته علشان حبيت الموضوع ده نفسه. حبيت الكابل جدا مع داليا البحيري. داليا صديقة وأخت عزيزة من زمان جدا، وجمعنا مع بعض أكتر من عمل. كان في دويت بيني وبينها، كان في حريم كريم لو نفتكر. حريم كريم طبعا الفيلم اللطيف جدا ده بطولة مصطفى قمر وياسمين عبد العزيز وداليا البحيري وانا وبسمه ومريم عبد الغفور، كنا مجموعه كبيره الحقيقه، وكنت جوزها برضو. بس وكان في بينا وبين بعض اللي هو القط والفار، ده كان في افيهات جميله زي سيفتي النمره والمش عارف ايه والحاجات اللي هي اللي ضحكت ناس كتير. والسنه دي احنا بنعمل حاجه جديده بكابل برضو، لكن وكوميدي. انا سعيد جدا ان هو عجب الناس، وسعيد جدا ان الناس فرحانه بيه، وسعيد بكلمه مرسي على المسلسل دوت من الناس اللي بقابلها، او مرسي انك يعني ان احنا ضحكنا معاكم في رمضان. مسلسل عزيز على قلبي جدا. لسه يمكن احنا شفنا لغايه يمكن نصه، يمكن النص الثاني هنشوف حاجات اعلى كتير كمان من النص الاولاني. الهدف المنوط بيه اللي كان يخرج بيه المسلسل ان هو يلمس الناس ويلمس مشاكلهم، والهدف اللي قبل اي هدف اللي هو الناس تضحك معانا. عرض القضايا الاجتماعيه بين اي اثنين بشكل العرض القضايا الاجتماعيه بشكل ساخر، وهي اصلا عن روايه الاماني درغام اللي هي يوميات زوجه مفروس. اصلا الروايه احنا واخدينها بروايه ناجحه، مجموعه المقالات اللي عملت كتب، والكتب عملت نجاح، والنجاح الكتب عمل مسلسل اللي احنا فيه دلوقتي. كلمنا عن كرو العمل بقى والتعاون ما بينكم. كرو العمل احمد نور المخرج اخرج المسلسل في منتهى البساطه. الاطفال كانوا معانا الحقيقه ممتعين جدا في العمل معاهم. صعوبه شويه في لا يعني هم عشقية شويه، بس حبيناهم قوي، قلنا لهم يعني كانه بيتنا بالظبط، وعملنا معايشه معاهم جدا، واهلهم بيجوا معانا معاهم التصوير، وبقوا اهلهم اصحابنا جدا، وهم حتى بقوا عايزين يخلصوا المدرسه ويجوا بسرعه علشان خاطر يمثلوا. يعني شايف يوميات زوجه مفروسه قوي بينافس في دراما رمضان، شايفهم مرتبك كام؟ انا شايف ان انا مش بحسب المرتبه الكام، او انا يعني انا اهم حاجه ان انا اكون عملت اللي عليا بما يرضي الله، واول حاجه. تاني حاجه ان انا اكون اسعدت انا وداليا. طبعا داليا نجمه كبيره، و يعني نكون اسعدنا الناس واولادنا كمان سولي ونور، نكون اسعدنا الناس وعملنا حاجه تلمسهم وتبسطهم، هو ده اهم حاجه عني. انما في المرتبه كام ومش مرتبه كام، انا اعتقد ان كل مسلسل له جمهوره. شايف ان هو اشبه شويه بالسيت كوم؟ لا خالص، ده مسلسل الحلقه. السيت كوم اصل له تعريف، يعني اولا السيت كوم ده حلقات ربع ساعه، انت بتعمل مسلسل حلقه 40 دقيقه. كون انه كوميدي ده اسمه مسلسل كوميدي،
وجو مسلسل كوميدي عائلي مثلا كده تقدر تقول، لكن كون هو لا لكن هو مسلسل مش سيت كوم خالص. نتكلم بقى عن مولانا العاشق بقى والشخصية اللي اتحولت تماما بقى من الأب المثالي الجميل الطيب لشخصية بقى شريرة وخطف. اتكلمنا بقى عن ازاي اولا بتواصل العمل دوت بنفس الشخصيتين في نفس التوقيت. انا هقول لك حاجة، انا يعني ما اكدبش عليك، انا ما شفتش شخصية مولانا العاشق اللي انا بعملها شخصية شريرة خالص، لان هو بيحب، هو واحد بيحب، الحب هو اللي دفعه ان هو يعمل ده بأي طريقة، ما كل واحد بيحب بطريقته، فما كانش فيه اي شر غير في ما عدا مهنته اللي هو بيشتغل تاجر مش عارف اثار ايه وبتاع ايه وحاجات كده، انما هو مش شرير تقليدي، ده راجل بيحب، وهنشوف ده لسه بعد كده في الحلقات اللي جاية انه مش شرير، انه بيحب بجد. اللي شدك في الدور انه جديد عليا، اللي شدني فيه انه جديد عليا، ما عملتوش قبل كده. دايما الصناع بيحطوني في الاطار الكوميدي اكتر، ف انا دايما بحب اغير من نفسي، لان انا مش انا ممثل، بعض بحب اعمل شخصيات مختلفه، وعمري ما احب نفسي اتحط في اطار معين ابدا ابدا. شايف التعاون بقى مع مصطفى شعبان ازاي؟ مصطفى بني ادم جميل محترم، صديقي من زمان، واحنا ما اتقابلناش كتير في المسلسل لان هو خط وانا خط تاني، اللي اتقابلنا مرتين او ثلاثه، لكن هو مصطفى جميل يعني. عايزين بقى نعرف بتابع ايه في رمضان بقى ومسلسلات اشياء كتير بتتابع لو مفيش وقت عندك والتصوير احنا اليوم الرمضاني ماشي تصوير، احنا لسه ما خلصناش يوميات زوجه مفروسه، فاضل لنا فيه حوالي 4 ايام تصوير، خلصوا على يوم 20 رمضان تقريبا. تابع بقى ايه في الدراما؟ ما بلحقش اتابع اللي احنا لسه بتصور. بتتفرج على مسلسلك؟ ها؟ اكيد بتتفرج على مسلسل. مسلسلي انا في ميعاد اللي هو بعد ما ارجع من التصوير بشوفه فيه، اللي هو وقت السحور. واتسحر وانام، هو ده بس اللي بقدر اتابع فيه يعني. ردود الفعل بقى تابعتها ازاي على المسلسلين؟ كانت انهي اقوى من هو سؤال بالنسبة لي أنا ما أقدرش أجاوب عليه يعني، ما أعرفش. المسلسلين كل مسلسل له جمهوره يعني. مصطفى عند الجمهور في حاجة بتبقى أقوى شوية أو لا؟ أنا شايف كل مسلسل له جمهور، الناس بتحب الضحك، وفي نفس الوقت يعني حتى الناس لما بتشوف مسلسل فيه دراما وتراجيدي وحب وعنف ساعات ومش عارف ايه وبتاع، بيشوفوا جنبه مسلسل كوميدي، ف مطلوب يعني. فالمسلسل الكوميدي اللي انا بعمله ممكن يكون جمهوره شاف مسلسلات كتير، بس شاف ده اللي هو يوم يعني، ممكن يكون بيشوف مثلا مسلسل ل نيلي كريم مثلا، بيشوف جنبه يوميات زوجة مفروسة، ان هو عايز يشوف ضحكة، عايز يشوف بسمة. شكرك جدا فنانك جميل، وبتمنى يا رب ليك التوفيق، ودايما مش في دراما رمضان بس بقى، وفي السينما بنشوفك دايما في اعمال كتيرة جدا. شكرك جدا وكل سنة طيب. اشكرك، كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة طيبين.